سبحان الله مكتبة الوالد سيد الساشم المسيح أحمد رفاع الوزير نائب شيخ الطريقة رفاع الصوفية كبيرة، وهذا من كتبها، وكان في بيت منطقة منصورة الكويتية، ومكتبته ديوانيته هم كان يحط بالأرفف كتب، وبعض كتبه توزعت علينا وعلى راحت على ذريته وأحبابه أصواته وأحفاده وبناته وأولاده ومحبيه في الطريقة رفاع الصوفية ومكتبة الوطنية الكويتية. وكان هما آل بعلى واليمن تريم الغنة كله يروح لهم، وكان منهم السقاف والعيدروس والعطاس والهدار والحامد وآل بعلوي كلهم وبن حفيظ وابو بكر بن سالم وهو يعني سيد هاشم بن سعد أحمد رفاع الدين ناوي شيخ الطريقة رفاع الصوفية عنده محبين مريدين هناك، وهم يحبونه وهو يحبهم. واليوم احنا مع سيدي الحبشي اسمه صمت الدرر في اخبار مولد خير البشر وما له من اخلاق وصلوات وسير من أنفاس قطب الوجود سيدنا مولانا الإمام خليفة خير الأنام الإنسان الكامل الموصل الواصل العرب بالله. شوف الصوفية لهم ألقاب علي بن محمد بن حسين الحبشي أو الحبشي قدس الله سره ونفعنا به آمين. أنا صفحة صفحة وأختنا ندى السيد هاشم السيد أحمد رفاعي شعرة أهل البيت والبيت دولة الكويت تعرف الشعر أكثر، يقول فاتح على روحه وروح جميع جيرانه في الكرة الأرضية فاتحوا بسم الله الرحيم خلين وانت الادريسي منهم سيدنا محمد والي وصحبه سلم. يقول وقال رضي الله عنه يا ربي صلي على طه الحبيب النبي في دايم الوقت ما شو كلمة ماهر حس سوى بالنبي مجتبى المصطفى السيد العربي. أنا لأن أول مرة أقرأ فيه في دايم الوقت ما هرس سوى بالنبي اي ما هرس يعني ما احب اتكلم. المجتبى المصطفى السيد العربي لي خصه الله في من نوره بسر غبي الله يحقر بنفسه ما تحمله العقول القاصره يا غبي الله ردها ما دوننا عشر العشر في الكتب الله يكفي المعادي قصص حماله الحطبي والله ما في هوى المختار من كذبي جل في علا من سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندي اذا ما ذكر طه الحبيب النبي كلام كبير ترجم يا سيدي الخنجر انت بعد وانت وسيدي الادريسي ترى تسالون لكم من ذريتهم والجميع وسيدي الافغاني ترجم انت بعد والجميع ترجموا يا الحيدري يا ابو دري انور الكفراوي يا شيخ ابو طلال البدري. يقول احس بي لوعه كبدي بها تنفسي فيها تنفبي إذا دهتني الدواهي أقبل اليثربي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبجيش صمصوم يرفع كل ما حل بي قولوا آمين يا سيد الرسل يا أكرم من وهب وحبي الله أدرك بغارتك زاد الورد في اللهبي الله الورد الوالد كان يقول لا تقطعوا الوارد سيدي الخنجر شنو معنات الوالد كان يقول لي يا خالد لما يحدث الديوان المنصوري يوم الاحد او يوم الثلاثاء او الاحد الخميس يقول لي خليني لا تقطع الوارد بس هو هني جايبها الورد. يقول ادرك بغارتك زاد الورد في اللهبي يا سيد الرسل يا من جاز للحجبي كل فرح بك تلقاك الملك والنبي ان العلي قد تلقى البدر بالرحبي الله سيدنا علي عليه السلام يا رب. كلين من جانبه يقول جاء اليثربي وانت على مستوى التخصيص في طربي فسروا يا سلام. لا لا شيخ انا بس قاعد اسلم على الشباب عشان انا ما سكت التليفون. يقول الله ما بما تقصده خصصك بالطلبي في حال فيه النبي قد قام بالادبي في ليله قد شرحها العلم في الكتب عسى باسرارها مولاي يلطف بي ليلة شريفة بسطناها على مطلبي يرفع بها الله عني عاجلا كربي قولوا آمين كلنا اللي عندنا كرب. وقال رضي الله عنه فاتحة رمضان سنة 1290 يعني قولوا 10 300 100 110 154 سنة الله قبل 154 سنة والصلاة على النبي المختار وآله الأصحاب. يلا اطلبك يا ربي يا رب السماء افتح الباب عافنا واعف عنا واهدي ناسب للاحباب يا رب واذهب بفضلك ريب من كان مرتاب واصلح القصد والمعمول يا رب الارباب قولوا امين.
واعطنا ما طلبنا منك يا خير وهاب، واقضي حاجاتنا فإن على الباب طلاب. اللهم انظر إلينا وارحم الكهل والشاب، واغننا واشفنا يا رب من كل الأوصاب. قولوا آمين. واسقنا كاس حبك من حضر منا أو غاب، يعني من اللي حضر منكم أنتوا أو غاب، كلهم حضور إن شاء الله. هلا هلا سيدي، من حاشين أنتوا والدريسي يحل محلهم. واسقنا كاس حبك من حضر منا أو غاب، ربي وافتح علينا فتح أوتاد وأقطاب. آمين. هو القطب السيد الساج مرة. واعطنا مثلهم فإنا وقفنا بالأعتاب، نرتجي منك نفحة يا من الفضل له داب. قولوا آمين. الفاتحة. بسم الله. مدد يا أبو يعقوب الرفاعي.